مالك يا اخويا؟ فيك ايه؟ اخوك باعك يا جابر. بعتني انا يا صلاح؟ الشيطان ضحك عليا واستغل حبي الورد وخلاني اسمع كلامها وكلامه. وبعتك يا صاحبي، بعتك. بعتلي مين يا صلاح؟ منصور يا جابر. استغل اضعف ما فيا وعشمني ان انا اكون زيك. معقول يا صلاح؟ زغل العناية يا جابر وعشمني. قال لي هتبقى زي جابر واسمع كلامي وما تخافش. سمعت كلامه يا جابر وحطيت ايدي في ايده وسلمت له سرك. معقولة يا اخويا تبعني منصور؟ الورق اللي انت امنتني عليه انا اديتهوله، بس انت طول عمرك شاطر ما امنتش لحد. عشان كده يا جابر انت كسبت المناقصة وانا خسرت كل حاجة، خسرت نفسي وخسرت ابني. وخسرتك انت يا جابر، خسرتك. انا اسف قوي. الله يهون عليك يا اخويا، بس انا كمان خسرتي ما تقلش كتير عن خسارتك. انا خسرت تحويشة العمر، خسرت اخويا وصاحبي والايام الحلوه. عارف يا صلاح المشكله فين؟ ان انا عشت طول عمري كله بقول انا وانت خنت، عشان انت كنت شايف انا يا انت. هي دي المشكله. الوجع يا جابر فوقني، عرفني ان كلمة صاحب دي ملهاش تمن عشان تتباع بيه. سامحني يا جابر، سامحني لو تقدر. لو ما صلاح اللي تبقى متغمزة بالخيانة ما بتتبلعش، يوم ما تتبلع تخنق وتموت. تموت يا صلاح. سلم عقدتك وامشي، ولو في يوم خبطت على بابك اعرف ان انا بشتري العشره القديمه اللي عايز عمره عشان تتعوض. امشي.